تحياتي، نظر عليك 60 والمؤشر التلاتيني وماذا نرى له؟ المؤشر التلاتيني اعتقد ان احنا هنفشل في كسر مستويات ال 17800، واخر توصية قلنا احنا لو قسمنا المستويات دي هنوصل لمستويات ال 17800 اللي هي المحك الرئيسي، كسرها بقوة يعني كسر القمة يعني هنروح لدورة او تكملة الاتجاه الصاعد، ودي كلها بالنسبة لنا هتكون ما هي الدورة السعرية مكتملة كلها. لكن الواضح ان انا مش شايف ردة فعل، وردة الفعل الاقرب ان انا هاخد نفس الهبوط ده يعني لحد كبير، ممكن يكون اقل بشوية ممكن يكون اكتر بشوية وساعتها هنحل التصحيح، لكن انا شايف ان الاقرب ان احنا هناخد تصحيح مماثل للتصحيح ده، وممكن ننزل لمستويات 16000 جنيه قبل الصعود، لكن الصعود بالمستويات دي وبالشكل ده لا اعتقد يعني ما مش شكل صعود خالص يعني. فخلينا نراقب الاسبوع ده نشوف هنكسر مستويات ال 18000، كسر ال 18000 بقوه وكسر اخر قمه متشكله هذا يعني انتهاء كل ما سبق وبدايه صعود قوي وصعود جديد. لو ما حصلش اعتقد ان صعب نكمل بالشكل ده ويبقى في هبوط اخر وكسر اخر قاع متشكل. خلينا نراقب الاسعار الاسبوع ده ونشوف المستوى اللي احنا عنده، لان ده اهم مستوى المؤشر اللي هو يمتد لحد مستويات 17800، ونشوف اللي هيحصل فيه. واحنا عايزين يا جماعه معنى ان يكسر معنى ان اغلاق شمعه بيوم كامل فوق المنطقه دي. بالتوفيق.